السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي فكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي حاجة أساسية، مش ترند، مش حاجة هتفضل فترة كده يومين تلاتة وبعد كده تختفي، لا أصبحت حاجة أساسية. كأن احنا مثلا بنتكلم على الحساب والعلوم، مواد أساسية لازم إنها تدرس، ولازم نبدأ مع الأطفال إن احنا نعلمهم الذكاء الاصطناعي والبرمجة. ومفروض كل مناهج التعليم في كل الدول تكون دي جزء من الحاجة اللي بتدرس. طب لو أنا موجود في بلد ومش موجودة في المناهج التعليمية، إحنا فكرنا في الموضوع دوت، فبدأنا نعمل دروس تعليمية للذكاء الصناعي للأطفال والبرمجة، وأي حد كبير يقدر إن هو ينضم للمبادرة ديت وهيتعلم فيها إن شاء الله حاجة كويسة. يعني هي مش مخصصة للصغار، فيها حاجة معينة مش ينفع للكبار، لأ إحنا هنتكلم برضو عن لغات البرمجة بس هنبدأ يعني ايه بحاجات سهلة خالص، بحيث ان ايه اي حد صغير عنده مثلا 6 7 سنين يقدر ان هو يستوعبها. ما تستغربش الموضوع بقى سهل، وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل في الموضوع دوت، ازاي حد عنده 5 6 سنين 7 سنين يقدر ان هو يخش في مجال البرمجة ويخش في مجال الذكاء الاصطناعي. هنتكلم ان شاء الله ونجاوب على الاسئلة دي. طب ايه فائدة ان هو يتعلم الذكاء الاصطناعي والبرمجة؟ دي اولا بيديهم ميزة تنافسية، بيديله ثقة في نفسه، بيخليه يقدر ان هو يركز، بيغير طريقة تفكيره، بيخلي طريقة تفكيره منظمة، بيقدر يزود قدرته على جمع البيانات، بيزود الخيال للأطفال، بيخليه يقدر ان هو يكتسب معلومات، بيخليه يبعد عن التوك توك والريلز والحاجات المضرة، وهو اللي يعمل الألعاب مش هو يقعد يلعب طول اليوم، وبيوفر له فرص عمل في المستقبل. ففي فوائد كتير جدا. فاحنا ان شاء الله هنعلم الاطفال ازاي ان هم يبرمجوا ذكاء اصطناعي بسهوله جدا وبطريقه سهله، تمام؟ والموضوع كله ان شاء الله مجاني، مفيش فلوس ولا اي حاجه ان شاء الله. طيب هنسيب لكم الرابط اسفل الفيديو لو حد حابب ان هو يشارك معانا. احنا شغلنا كله على التليجرام، تمام؟ وان شاء الله يعني الناس يعني لو هو حتى كبير في السن عنده 30 40 50 سنة وعايز يشرفنا، اهلا وسهلا. احنا مش هندي جرعة كبيرة، لا هندي كل اسبوع ساعة، تمام؟ ولو حد حابب ان هو يتعلم ممكن هنجاوب على الاسئلة بتاعت الناس ان شاء الله، ممكن نوفر له كتب لو حابب ان هو يبدأ ان هو يخش في المجال. احنا اوريدي شرحنا السكراتش، لكن هنشرحه تاني ان شاء الله، الكودو، البيكتو بلوكس، التنكر كاد، اليس، ستوديو كود، البايثون، كل الحاجات دي ان شاء الله هنشرحها معانا في الكورس باذن الله. يعني ساعه في الاسبوع، والاهم حاجه اهم حاجه ان هيبقى في الاخر في حاجه مطلوبه منك تعملها، وهتبقى الحاجه صغيره مش هتاخد وقت كتير. يعني انا متعمد ان الحاجه اللي احنا هنطلبها ما تاخدش وقت كتير، بحيث يبقى عندك اليوم كله والاسبوع كله لو وراك اي حاجه عايز تعملها ما مش هتعطلك عن حاجه خالص، بس ضروري تعملها عشان الالتزام هو اللي هيخليك تتعلم. يعني اللي هيخليك ان انت تتقن الحاجة وتبقى احسن مني ان شاء الله ان انت ملتزم معانا، بنطلب منك حاجة بتعملها، فده هيديك ثقة في نفسك وده هيخليك ما تنساش الحاجة. التطبيق هو المهم جدا، هو ده بس اللي انا طالبه منكم. وان شاء الله يعني في التليجرام كل اسبوع هنفكركم بعد صلاة الجمعة الساعة 2، بعد صلاة الجمعة الساعة 2 نبدأ بإذن الله. وشكرا جزيلا.